رمضان كريم عليكم، وياكم فادية صائب وبرنامج ستوري كاست. اليوم راح نحكي عن اكثر شيء منتشر. طيب، اللي عرفت عنك انه بداياتك اكو 4 كتب، والكتب كانت هادئه ما بها انتقادات. لا مو هادئه. هي كلها اجتماعيه قويه، بس هذا الاخير لانه بقيت فتره مدى اقدر اتخطى القصه تفهمه وراها بعد حتى توبت ما اقرا لك. لان اليوم الزبون يجي يلقى يجي بالسوق يلقى ياقوته ب10، يجي يلقاها يمك ب50، يقول لك ايش دعوه كذا. واكو انسان يبقى مصر، يعني هي القضيه الاساس بالموضوع، انه احس يعني شلون اكو فد غباء منطقي. يوما ما سالت نفسي مثلا انا اليوم اريد ارتبط بهذا الشخص او انا مع هذا الشخص، هل هذا الانسان محقق لي هذه الموازنه؟ اللي هو فقط قاعد ينطيني حب اني مدى اقدمه، لأن أنا هنا ما أحب. بس فعلا أنا شفت يعني 3 أيام، هي قالوا لي استمري 3 أيام البسي إلى ما يتفاعل وياك. 3 أيام شنت ما أقدر أقوم من الفراش، فصار عندي ردة فعل من العقيق. هو التصرفات اللي يسووها راح يقلدوها الأطفال بالتالي، يعني الحكي ما راح يفيد، بس تحكي ضرب ما راح يفيد، أساليب التربية القديمة ما راح تفيد. اليوم لازم الأب والأم يقرون علم نفس الطفل، علم نفس اللعب، يقرون عن قصص تربية الأطفال، خلي يشوفون الناس العظماء شلون كانوا اهاليتهم يتعاملون وياهم، لانه ما يحكي بظهر الشخص. يعني اذا انا ضايجه من عندك اجي اتعارك وياك انت، ملح اضم وبعدين اقول هاي هيك سوت منار وهيك سوت بي وما ادري شو، لا انا جايه واجي اتعارك وياك انت، بعدين حفرغ هاي الطاقه. بس انت تقدر من خلال حديثك تاثر عليهم، انت بمجرد ما تسحب من عندهم هوايه ناس. هذا مثال الضربه، مو شرط الا تذكر اسامي. اسامي الاعجابي بالمجتمع المصري امانه طلعوا قنواتهم، فضحوا كل الأمور، جابوا أدلة، جابوهم هم كانوا. برنامج ستوري كاست يأتيكم في الأوقات التالية: سامراء، سر من صام.